انه هذه بنتنا. ورزان بمثابه كانت بنتي الكبيره اول فرحت يعني. اول شابه مسعفه ميدانيه متطوعه كانت هي اول شابه كشابه يعني كفتاه تنزل على المخيمات العوده، والكل بادر فيها وشارك فيها. انا كمان شاركت، كل البيت شارك، زوجي واولادي وجيراني واخواني، كل العالم يعني كل الفلسطينيين شاركوا. هي مش اكتر، هي صح رايحه وبعدين مسيرتنا مسيره سلميه، ما احنا حاملين سلاح ولا اشي، بالعكس احنا بصدورنا العاريه امام قوه كبيره من الجيش اللي هي مدرعاتهم واسلحتهم وغازهم وطائراتهم. احنا مسيرتنا سلميه، بنطالب بحقنا، من حقي كل انا لي بلد، من حقي كل بيت، من حق المتشردين في البلاد في كل مكان، هذول النازعين يجوا على بيوتهم. مآن الأوان ما كلهم قاعدين في العالم كله قاعدين وبتفرجوا علينا، كل واحد مرتاح. احنا عندنا حصار، لا معابر شغاله ولا دنيا، وين بدهم يروحوا؟